مش هتقولي ايه اللي حصل؟ انا لازم اعرف. انا وهنا اخدنا قرار اننا نسيب بعض. انا السبب؟ لا. هي اللي طلبت كده؟ لا. امال ازاي فجأة كده قررتوا انتوا الاتنين ما تنفعوش لبعض وقررتوا الانفصال؟ انا حاسس ان انا مش قادر اكمل معاها، وكمان حاسس بفتور في العلاقة بيني وبينها، زائد اني عايز اخلف وحضرتك عارفة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هي بنات الناس لعبة؟ حضرتك اللي بتقولي كده؟ ايوه انا اللي بقول كده، بس الواضح ان انا معرفتش اربيك كويس. صحيح انا هنا في حاجات كتير جدا ما بتعجبنيش فيها، زي تصرفاتها وطريقه كلامها واسلوبها، بس مش معنى كده اني بكرهها. تبقى انت وهي فهمتوني غلط. انا كل اللي كان هاممني انها تتحمل المسؤوليه، تعرف ان انت مسؤوليتها وشغلك مسؤوليتها والبيت ده مسؤوليتها. كان نفسي تقرب مني عشان تاخد خبرتي في الحياه وتعرف تدير البيت. انا خلاص خدت قرار. يعني ايه خدت قرار؟ هي فين؟ بقول لك هي فين؟ ولد ازاي تديني ظهرك وتمشي كده ومن غير ما اخلص كلامي؟ انا كده فهمت هي كساكته وحزينه ليه؟ عارف ليه؟ عشان انت قليل الذوق. الظاهر كنت بتعاملها بنفس الطريقه اللي انت بتعاملني بيها دلوقتي. الظاهر كده ان انا ظلمتك. ايوه يا ماما، حضرتك ظلمتيها وانا بني ادم وحش. حبيبي انا ملهاش غيرك في الدنيا دلوقتي. بعد ما باباها ومامتها ماتوا وسابوها لنا، هي امانه في رقبتنا. خلي بالك هي ما عندهاش مصدر تعيش منه. بمعنى؟ بمعنى ان انت لو قررت تسيبها لازم تديها حقوقها كامله. هي طول عمرها بنت عز، حتى لما باباها اعلن افلاسه كانت عايشه معانا. خليك يا ابني ابن اصول طول عمرك.
اتأخرت قوي. أنا؟ خالص أنا جاي بدري. تعشيتي؟ ياه أنا نسيت ما عندناش حاجة خالص. مش مهم. المهم إحنا مع بعض. بنحب بعض. إيه يعني لبس؟ إيه يعني أكل؟ إيه يعني شرب؟ كل الحاجات دي مش مهمة، صح؟ صح. طب تعالي أقول لك على حاجة. لا حبيبي وأنا جنبك حاسس بدنيا تانية قربت. ايه؟ اختك وطير اللي في الشوارع، نفرح، نفسي نرقص، نفسي نحب. انا حاسس اني خسرت كتير السنين اللي فاتت، كنت حاسس نفسي ميت. وانا كل السنين اللي فاتت كنت عايشه حياه مش عايزاها ولا حباها. من هنا ورايح هنعيش زي ما احنا عايزين. بجد؟ بجد. نفطر؟ نفطر. ولا يهمك، المهم ان احنا مع بعض، المهم ان احنا بنحب بعض، صح؟ هتتظبط صدقيني، اول ما الاقي شغل الدنيا كلها هتحلو. أنا عارفة ومتأكدة، بس كنت عايزة أكلمك في حاجة. أموري. الشرب، أنا ما بحبش الشرب، ما بحبش الراجل اللي معايا يكون بيشرب، يكون غايب عن الدنيا، يكون مش عارف هو فين. غصب عني، والله غصب عني، كل ما أدور على شغل ألاقي الدنيا كلها واقفة في وشي، بضطر اني اتغيب عن الدنيا دي كلها فبشرب. غلط. المفروض تبقى واعي عشان تقدر تاخد خطوه لقدام. لازم تكون مركز. وانا عمري ما هسيبك.